في مختلف المؤسسات الإعلامية. بعد انقضاء المدة المحددة للحملة الدعائية الممهدة للاستحقاق الرئاسي، السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تعلن من خلال هذا المؤتمر الصحفي نتائج التقرير النهائي حول التغطية الإعلامية للحملة الرئاسية، حيث كشفت من خلاله بالأرقام مستويات نفاذ المترشحين لوسائل الإعلام ومساهمتها في المسار الانتخابي طيلة الحملة الانتخابية. شمل الرصد الإعلامي الموسع الذي طلعت به السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ما مجموعه 987 ساعة وثلاث دقائق و15 ثانية من المخرجات السمعية البصرية لوسائل إعلامنا العمومية والخاصة، زيادة على آلاف المخرجات الورقية والإلكترونية الخاصة بالحملة الانتخابية، فضلا عن تخصيص أزيد من 200 حصة مجانية لكل المترشحين في وسائل الإعلام العمومية. وهذا الرصد شمل في الإعلام العمومي إذاعة موريتانيا، التلفزة الموريتانية، الوكالة الموريتانية للأنباء بموقعها الإلكتروني وبجريدتيها الشعب وأوريزون موقع الوكالة، وفي القطاع السمعي البصري شمل الرصد خلال الأسبوعين قنوات المرابطون، الساحل، شنقيط، الوطنية، دافا، المدينة، صحراء، فنتكات، قمم، الساحل، كارتة 9 قنوات، وفيما يتعلق بالصحافة الإلكترونية أزيد من 50 موقع ومنصة إلكترونية. وانفتح الرصد في هذه المرة ليس فقط بالاقتصار على الإعلام السمعي البصري والإلكتروني والورقي، وإنما كذلك على الإعلام البديل ووسائل التواصل الاجتماعي أيضا التي قام برصد كل المخرجات الإعلامية المرتبطة بالاستحقاقات الرئاسية، فضلا بكل تأكيد عن الإعلام الدولي واستعراض ما حمله من مخرجات إعلامية مرتبطة بالحملة الانتخابية في موريتانيا. كما ذمنت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية جو التنافس الإيجابي التي شهدته الحملة الانتخابية، منوهة بالدور الذي لعبته وسائل الإعلام في تأمين النفاذ العادل للمترشحين للخدمة الإعلامية.